رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعظم ما يستشعر المؤمن أنه حينما يدخل في صلاته يعلم أن هذا الاتصال الجميل بين مخلوق وبين خالقه. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال الله في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لما قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يرد عليك رب العالمين. الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. إذا استشعرت أن هناك خطاب بين مخلوق وخالقه ستتلذذ في صلاتك بإذن الله.